ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعيش مسنة تقطن بجماعة تبطيط التابعة لإقليم الحاجب الجحيم بعدما تدهورت حالتها الصحية عقب تعرضها الأسبوع الماضي لهجوم خطير، حيث قام كلب ضال بمهاجمتها بأحد الحقول ونهش لحم ذراعها. وأوضح مصدر حقوقي لماروك أخبار يومية أن أم فاطمة، والتي أفنت حياتها في تربية أبنائها، تفاجأت خلال طريق عودتها إلى منزل الأسرة قادمة من إحدى الحقول التي تعمل بها بكلب ضال شرس ينقض عليها وينهش ذراعها بالكامل، مشيرة إلى أن المسن عثر عليها في حالة إغماء وهي غارقة في دمائها، ليتم نقلها إلى المستشفى بفاس حيث تلقت الإسعافات اللازمة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المسن طرقت جميع الأبواب من أجل مساعدتها في العلاج، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، داعيا إلى ضرورة تدخل الجهة المسؤولة بالمنطقة لمحاربة انتشار الكلاب الضالة والتي أصبحت تشكل خطرا على حياة الساكنة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.